يا استاذ وائل. مساء الخير، تفضل. انا احمد رمضان. استاذ احمد رمضان، انا اسف. مين يا راجل؟ انا اسف، اصل محمد رمضان عبده موتى. تفضل. نسأل سؤال، ما هي مهنتها؟ ما هي ايه؟ مهنتها. انا عضو نقابه موسيقيين، انا عضو نقابه موسيقيين عندك، وانت شطبتني بامر مش انت بتسال. انت بتسال حضرتك، كنت تحملي تصريح. ايوه، بموجب الايحاءات ولباتك المخله تم الغاء تصريحك. طيب، اولا ينفعش تنتمي ليها. اسمعي يا استاذه بس، دي مش مهنتك وما ينفعش تنتمي ليها خالص يا شيخ، عشان ده طبعا اما تبقى انت حاسه على تصريح وتصريحك اتوقف من اكتر من سنه، وتيجي النهارده تقولي دي مهنتك، دي مخالفه تقاضي عليها. طيب، وتتحاسبي عليها. طيب، وتتحاكمي عليها. طيب، لان انت ما بتمتهنيش المهنه دي، وعيب اما تقولي ان انت بتمتهني المهنه دي. طب وانتوا فصلتوها علشان الكليبات والايحاءات؟ طبعا. ولما الكليبات ارد بقى عليهم. طب خليها. ثواني بس، خلينا نسمع. ثواني بس، ممكن ارد؟ احنا مجتمع شرقي، ممكن ارد؟ عادات وتقاليد والله، والمجتمع ده ليه عادات وتقاليد. ده قرار نقابه يا استاذ احمد؟ نعم يا فندم. ده قرار نقابه؟ طبعا يا فندم. طيب نسمع النقابه. اولا انت بتقول يا استاذ ان انا اتفصلت بسبب كليبات الخليعه، انا حضرتك كليبات الخليعه دي شغاله زي اللي انت بتقول عليها، اللي هي بتاعت الاخوان يعني تقصدها، شغاله من 2012، من ايام مرسي ما كان موجود. حضرتك شطبتني من النقابه بامر تعسف، ومش من حقك قانونا، وهقول لك مش من حقك قانونك ليه دلوقتي. يا مدام، انا برد. انت مش عضوة. يا استاذ، انا يا استاذ، والتصريح من حقنا في اي وقت نسحبه ادام اخليتي بشروط ما التصريح. تسحبه انت، ما بتقدرش تنزلي من على المسرح. انا بنزل حفلات، انت ما بتقدرش تنزلني. انت ما ينفعش تقولي العضوه، لان انت مش عضوه، واحنا ما شرفناش ان انت تبقي عضوه. طب بس ما تقولش كتير، بس اتكلم معايا بس بطريقه كده. خلينا نسمعها، خلينا نسمعها، وبعد كده علق. بعد كده علق. انت حضرتك لما انت شايف ان انا بقدم كليبات خليعه، سبتني ليه من 2012 لحد السنه اللي فات 2014 لما شطبتني، مع ان القناه فاتحه في شهر 1 وجت اتقفلت في شهر 4، حضرتك شاطبني في 4، كنت فين الثلاث شهور يا استاذ يا شريف يا اللي بتقول عليا ان انا ما يشرفنيش؟ كنت فين؟ رد، كنت فين؟ ما شطبتنيش ليه من الاول؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان كان في ظروف معينه، هم انا بقولها اهو على الهوا، هم عارفين كويس جدا. واستاذ ايمان البحر درويش دخل في مداخله على الهوا مع استاذ محمد الغيطي، قال هم شطبوها عشان مصطفى كامل صاحب المستشار مرتضى منصور. اتقالت. انا اتشطبت يا استاذ بعد المحنه بتاعتي بتاعت الحبس. شطبتني ليه؟ حضرتك مفروض يا استاذ لما يبقى في عضو عندك اخطا بتبعت له. عايز اكلم انت دلوقتي، مش شخصاني. اسمع بس، انت دلوقتي مش اسمع. لا هي انا اللي حصل على التليفون والناس كلها شافته. اسمع 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 من فضلك، اسمع اسمع. انا لما انت تيجي تشطبني يا استاذ احمد، ما استاذ احمد، ما هي هتعلق، هي هتعلق وبعدين علق انت. المفروض ان انا رد. لا طيب. لا انا اللي ارد، انت ما تردش، انا اللي ارد. خليها تخلص تعليقها وعلق. انت كنت بتقابلني في الشارع عند جامع مصطفى محمود وتقول لي يا فنانه القناه بتاعت كده، وانا عايزه اشتغل معاك. اسكت خالص. اعوذ بالله، حسن الله اقسم بالله العظيم حصل. انت راجل ما بتقولش الحق. بص يا استاذ وائل، هو بيعمل ايه؟ هو المفروض لما يبقى في عضو عندك طب بيعمل ايه؟ بيبعت له انذار مره واثنين وثلاثه، ويحقق معاه مره واثنين وثلاثه، وبعدين في حاجه. خلينا نسمع يا استاذ احمد، هتعلق والله. خلينا نسمع يا استاذ وائل، هو ليه سابني اقدم كليبات خليعه على القناه اللي مش عاجباه، اللي كان عايز يشتغل فيها؟ المفروض يبعت لي انذار مره واثنين وثلاثه، وبعدين يحقق معايا مره واثنين وثلاثه، وبعدين في حاجه اسمها ايقاف عضو. انا كنت عضو عندك بقالي 7 سنين مش بتصريح، وانت عارف انا كان معايا كارنيه ومعايا صوره الكارنيه بتاعي. انا لو عايز ارجع النقابه، انا لسه على ذمه النقابه. ليه؟ استاذ ايمان البحر درويش واخد حكم اداري بابطال انتخابات 2012 اللي فيها الاستاذ، والاستاذ مصطفى كامل. استاذ مصطفى كامل دلوقتي مش نقيب. طيب، استاذ مصطفى كامل وكيل نقابه، يعني مش من حقه يمضي اي قرار، لان الانتخابات باطله اللي نجح فيها مصطفى كامل. فانا دلوقتي هم فاصليني تعسفي، لكن انا بنزل حفلات وبقول لك يا احمد يا رمضان الجدع فيكم نزل لي من حفله على المسرح، وانا بنزل حفلات وبقولها لك. طيب، انت وكل مجلس الاداره بتاعك. استاذ احمد رمضان، الجدع فيكم ينزلها من المسرح، يبقى الجدع فيكم ما يدخلهاش مجلس الشعب بقى. بس الجدع فيكم ما يدخلهاش البرلمان، وروح اقدم فيها بلاغ. وانا قلت لك قبل كده، انت قلت استاذ عند استاذ محمد الغيطي ان انت بعت انذارات. استاذ محمد الغيطي طلب منك تبعت الانذارات، ما بعتش حاجه، وقلت لك ساعتها على الهواء انت كذاب، انت ما بعتش انذارات. وريني الانذارات اللي انت بعتها لي عشان تحقق معايا. اشمعنى فصلتني في الوقت ده؟ طيب خلينا بقى اسمعه بقى. استاذ احمد اتفضل. يا استاذ
استاذ وائل. اتفضل. الاستاذه اللي بتقول لك انا عضوه دي مش عضوه، هذه السيده كانت تعمل بتصريح يا شيخ وخلف شروط التصريح. انا واحد من الناس اللي بتقول لك كنت بقابلها في مصطفى محمود، فوجئت واحنا قاعدين في النقابه داخل علينا حد بيقول شفتوا القناه بتاع السما المصري بعد اربع شهور؟ سما عملت قناه افتح فتحنا التلفزيون اتفاجئ بعد اربع شهور ان في قناه اسمها محمود. وبناء يا راجل عيب عيب تاني تاني وتالت لان انت مخالفه لشروط التصريح. وكنت فين يا بيه بقى من شهر واحد؟ كنت فين؟ طيب انت ما سمعتش عن قناه فلول الا في شهر اربعه يا راجل. او طلعتي حفله او اشتغلتي على مسرح ومسكتي ميكروفون وغنيتي هتتحبسي. طب ابقى وريني هتحبسني ازاي؟ وريني هتحبسني ازاي؟ وريني هتحبسني ازاي؟ تمام. لا انت هتحبسها مش هتدخلها مجلس النواب كده. ابقى وريني يا استاذ هتحبسني ازاي يا استاذ احمد رمضان؟ بسلمني على المدام بس. شروط التصريح اتسحب التصريح بتاعها، يبقى لا يجوز لها ممارسه مهنه الموسيقى والغناء. يعني انا كنت عندك مطربه مش رقاصه صح؟ انا كان تصريحي مطربه ولا رقاصه؟ يعني ايه تصريحك مطربه ولا رقاصه؟ كان التصريح عندك رقاصه ولا مطربه؟ انا ما بطلعش تصريح رقاصات. خلاص قول للاستاذ اللي عمال تقول لي الصبح رقاص. يلا استاذ احمد رمضان مش مصدقه انت ان انا عضو نقابه موسيقيه. استاذ احمد رمضان الف شكر. استاذه الكاتبه الصحفيه الاستاذه سحر الجعار. استاذه سحر اهلا بيكي. مساء الخير يا استاذ.